فقالت له أنا مش يعني مش حابة ترجع للرجل. والرسول بده يضغط عليها هو يعني بدها تعيش مع الرجل يعني مش معقول. وعلى قضية القيادة جيد نلفت انتباهكم لقضية كانت قديما يعني من سنين طويلة. البنتاغون الأمريكي اللي هو وزارة إيش؟ الدفاع والحربية مش هيك؟ حربية. البنتاغون الأمريكي في يوم من الأيام وضعوا يعني زي ما نقول صفات القائد الفذ 1 2 3 4 5 6 7 10 اللي هو، وحاولوا يطبقوها على قيادات العالم عبر التاريخ تمام. طبقوها، عارفين كانت النتائج وقتها ونشرت في الجرائد في حينه. القائد الأول عبر التاريخ، كل التاريخ البشري، محمد القائد العسكري، القائد اللي بده يكون قائد فذ لازم تتوافر فيه هذه. لما طبقوها وجدوا مين الأول، ونشرت في حينه، هذه من سنين، نشرت في حينه محمد أول قائد. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان جامعها على فكرة، من كله حتى لما كان إذن والله أعلم حيث يجعل رسالته، بشكل أعلم حيث يجعل. فبالتالي هو مش بس قائد عسكري، وقائد الأمة كمان. ما هو القائد بقودها مش بس في الحرب، بقودها في الحرب وفي السلم. بس هم يبدو البنتاغون كانوا بيتكلموا عن القائد العسكري في الحروب، يبدو في حينها لما وضع المهم اختصاصهم في عالم القيادة. مهم على فكرة، ديروا بالكم، هذه الأمم تستفيد من كل خبرات البشر، بدرسوا كيف. مثلا خالد بن الوليد على فكرة درس كثير، وخطط خالد بن الوليد كقائد فذ بدرسوا. انت ملاحظين؟ ولذلك سبق أنا ذكرت انه راح في يوم الايام وفد من فتح، هذا زمان قبل ما يصير هون، قبل ما يعني يصير في سلطة وتفاصيل، راح وفد من فتح الصين، هذا في اول على الصين. وقابله كان وقتها ماو سي تونغ كان موجود ففاجأهم ماو سي تونغ، قال لهم تعرفوا عبد الكريم الخطابي؟ قال فبدأ يروي يخبرنا مين عبد الكريم الخطابي وإيش قام عبد الكريم الخطابي القائد الفذ. شوفها يعني ماو سي تونغ كقائد معناته بدرس القيادات في العالم مشان يأخذ منها، من ضمنهم مين؟ عبد الكريم الخطابي اللي كان في المغرب، اللي استقل في الريف المغربي 5 سنوات كاملة وهزم دولتين كبار في حينه، إسبانيا وفرنسا إلى آخره، بشك. وكيف في الأخير انتهى، وكيف اجتمعوا عليه، وإيش الجيوش اللي حشدوها حتى استطاعوا أنهم يقضوا على ثورة عبد الكريم الخطابي. فبالتالي أقصد أنه ما تستغربوش أنه البنتاغون الأمريكي لما في الأخير طبق ووجد أنه، لأنه هم أصلا بدرسوا قيادات مشان يستفيدوا من خطط. ولكن بدك تعرف أنت كيف بدك كل ما استفدت أنت من خبرات الأمم المختلفة في الأمور الحياتية أنت بتصير أقوى وفاهم. أنت بتأخذ من هذا، بتأخذ من هاي الثقافة ومن هاي الحضارة، بتجمع. ولذلك أكثر ناس بدرسوا الغربيين على فكرة، الدراسات الاستشراقية وغيرها بدرسوا الأمم بالتفصيل. ليش بدرسوا الأمم بالتفصيل؟ هو مش بس مشان يفهموها ويسيطروا عليها، مشان كمان يستفيدوا من خبرات الأمم كلها. لأنه البشر هيك البشر بترتقي بهذه الطريقة، ترتقي إنها تأخذ من خبرات بعضها بعض. ليش لا أنا أجرب؟ أنا إذا في أمم مجربة، واصلة لأمور، أنا أبدأ بأخذ منها وبستمر بهكذا. وهذا اللي بفسر لكم إيش بتجدوا كثير من المستشرقين وصلوا في دراساتهم لما درسونا إحنا، دارسين أمور أكثر منا. لما كنا بدنا قبل ما يكون الكمبيوتر هذا والموسوعات الموجودة اليوم، لما كنا بدنا نبحث عن حديث نعرف انه هذا الحديث وين موجود في الكتب التسعة، كنا نشتري موسوعة ضخمة
موسوعة ضخمة على فكرة، موسوعة ضخمة، ادلنا وين الحديث موجود، الموسوعة مألفينها ألمان، مش احنا اللي ألفناها، مش احنا اللي ألفناها هذه الموسوعة الضخمة اللي بتدلك على اي حديث بدك اياه موجود في الكتب التسعة، طبعا البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند احمد، ومسند احمد لحاله اكثر من 30,000 حديث، ومسند الدارمي، ها كتب تسعة. الالمان اللي وضعوا وضعوه بالعربي بالعربي، ليش وضعوه هم، ليش وضعوه هم؟ من اجل تسهيل دراستهم. فلما تجدوا هذه الامم تدرس كل صغيرة وكبيرة في الامم الثانية، هي في اكثر من هدف، من ضمنها انهم يستفيدوا من الحضارات المختلفة. نكمل ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله.